أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات المقاومة. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيفنا في حلقتنا لهذه الليلة الأستاذ عبد الله عمر باوزير عضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت. مرحبا بك أستاذ عبد الله وأهلا وسهلا بك. حياكم الله ومرحبا فيكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك سيد الكريم. بداية، كيف تقرؤون المشهد العام سواء عسكريا أو سياسيا في اليمن؟ المشهد العام السياسي في اليمن هو مشهد ضبابي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، شبيه بالإعصار الحالي الذي وصل إلى محافظة حضرموت وشبوه، ونتأمل أن ينقشع هذا الإعصار حتى نشاهد الوضع كما يجب. مع الأسف الشديد المشهد غير واضح تماما، وتزداد زوابعه وصواعقه، ونامل أمل كبير مغادرة هذا المشهد إلى ما هو أفضل وأخير لتنبت يعني زراعة وتعطي أشجار ثمارها بعد هذا المشهد بشكل آخر غير ما سبق لنا وإن شاهدنا، فكل ما زرعناه سابقا تحول إلى أشواك. نعم، لكن كثيرا من يتحدث وهو الواقع أنه في تقدم مثلا على الصعيد العسكري، في تقدم باتجاه تعز، في تقدم باتجاه مأرب، في مواجهة عنيفة في البيضاء، الجنوب ومحافظة الجنوب من أول تعتبر يعني محررة، تحرك للمقاومة بشكل ملفت في إب، في الجوف، في كثير من المتغيرات العسكرية تعتبر يعني شبه محسومة. الحقيقة المشهد العسكري على الأرض قد يختلف عن المشهد السياسي في شكل آخر يعني، ولكن نقول إن احنا حررنا المحافظات الجنوبية مثلا عدن، لاحج، أبين. في واقع الحال ما هي يعني صفة التحرير اللي نحن نتحدث عنه؟ هل هو مجرد دحر الحوثيين والانقلابيين من 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 عدن ومن لحج ومن هذه المناطق بعد تلك المعارك البطولية الحقيقية يعني التي لم تشهد، أنا أقول لو طوفت في الأرض كلها لما وجدت بطولة أكثر من هذه، لكن ماذا بعد؟ إلى يومنا هذا عدن تعيش أجواء تلك الحرب وتعيش حالة من الخوف لتعدد ذيول تلك الأطراف المنسحبة من جهة، وتعدد أيضا القوى الماليشيوية الموجودة على الأرض. نعم، هذه جوانب أمنية سيدي. أيوة. نحن نتحدث عن أقصد إيش يعني، نحن نقول تحررنا التحرر. أنا كنت في مقابلة مع أحد الفضائيات وقلنا المطلوب تحرير الشروع في تنفيذ مخرجات الحوار، البدء في عملية بناء الأقليم هذا المحرر. نعم. على الأقل نعطي لمجتمعات الأقاليم الأخرى الثقة إنها ستقدم إلى إقامة حكوماتها المحلية، ولكن حتى الآن مع الأسف الشديد الحكومة في وادي والشعب في وادي آخر. يعني مخرجات الحوار أنت تطالب بتطبيقها في هذه المرحلة؟ طبعا، إذا أنت بتتكلم عن تحرير أن أبدأ بالفعل في تجسيد هذا التحرير في شكل تنفيذ مخرجات الحوار على الأرض المحررة. أنت عندما تحدثت عن المناطق التي تم تحريرها ذكرت عدن، لحج، أبين، لكن لماذا؟ هذا المثلث تم تحريره. شبوة لماذا؟ شبوة وحضرموت والمهرة لها أوضاع أخرى. شبوة محررة أم لا؟ محررة؟ لأنه مش محررة. التحرير بالمعنى الحقيقي اللي نحن هو انسحب الحوثيين من شبوة، لكن هل في شبوة مؤسسات دولة حتى اللحظة هذه؟ يا سيدي شبوة مفتوحة الآن، لو الحوثيين يستعيدوا أنفاسهم سيعودوا. وأنا أقول لك إياها من عن معلومات وليس مجرد كلام. شبوة كلف محافظ وهو رجل عاقل وذو تجربة ثجة وكبيرة وواسعة، ولكن شبوة ممزقة اجتماعيا. كيف يعني؟ بسبب الإدارة السياسية للوضع، خلافات بين القبائل قصدك؟ نعم، صراعات، خلافات، خلافات. أنا أخشى أن تؤدي إلى صراعات. نعم.
إذا لم تبادر الجهات المسؤولة في حكومتنا الرشيدة إلى عملية رب التصدعات هذه التي حدثت، وهي حدثت بسبب الإدارة السياسية لشبوة. نعم، هناك حديث عن حوار قادم بين الإنقلابيين وبين الحكومة الشرعية، مدماك أو أساس هذا الحوار هو تنفيذ القرار 2216. هل فعلا سيلتزم أو المجتمع الدولي سيضغط على الحوثيين وسيلتزمون بتنفيذ القرار 2216 الذي ينص إلى يعني إخلاء مؤسسات الدولة، عودة الشرعية إلى صنعاء، تسليم الأسلحة، تنفيذ مخرجات الحوار؟ هل سيلتزم الحوثيين بهذا؟ قالت العرب: من جرب المجرب حلت به الندامة. يا أخي، لنا تجربة مع المجتمع الدولي، ولنا تجربة مع الانقلابيين والحوثيين، عمرها اليوم قارب السنة أو أكثر، يعني من الانقلاب إلى اليوم هذا، بل ما قبل الانقلاب. التجربة تقول لنا إن هؤلاء الناس غير صادقين على الإطلاق، ولديهم استراتيجيتهم، ولديهم أجنداتهم السياسية، ورغبوية قوية جدا في أن يسيطروا ويحكموا اليمن بشكل عام بالقوة، بالقوة، بالتحالف مع الخارج، بالتحالف مع أين كان، المهم أن يحكموا. هي قضية مناطقية بالدرجة الأولى، ما نقدر نقول مذهبية، نقول منطقية بعقلية قبلية، والقبيلة دائما ترفض من هو خارج عليها. فالتجربة معهم تقول لنا أنه لا يمكن الوصول معهم إلى حلول ما لم تتم هزيمتهم عسكريا وسياسيا، ومن ثم الشروع في إدماجهم في الحياة السياسية بشكل آخر وفقا لحجمهم وقوتهم المجتمعية، وإن قلنا المناطقية يعني في كل الأحوال. أما المجتمع الدولي، نعم سنتحدث عن المجتمع الدولي، أيوه. بس في جزئية شدتني في حديثك، وكأنك تقول أنه يجب عدم التحاور معهم حتى إعلان الهزيمة، أو يبقى الخيار العسكري، هما يبقى بين أمرين. الخطاب هذا يكون للممثل الأمين العام للأمم المتحدة. أما أن يعلن الحوثيين والإنقلابيين بصريح العبارة قبولهم بالقرار والشروع في تنفيذه، بمعنى إيقاف القتال والانسحاب من المدن، ثم نبدأ الحوار. أما أن نبدأ وهم يقاتلون، بل ويحاولون في الأيام هذه الأخيرة يحاولون العودة إلى لاحج ولا للمناطق هذه، يعني بقوتهم العسكرية، بالعكس هم الآن يشعرون بنوع من الانتصار المعنوي لهم، لأنه لم يهزموا. فإذا كان نحن نريد ندخل في حوار معهم، أول شيء تنفيذ القرار، البنود الأساسية من القرار. أما أن يأتينا ولد الشيخ ويطالبنا بالقبول بتفاهمات مسقط أو سبع نقاط وأخذ ورد وأخذ ورد، الأمر هذا يعطيهم مزيد من كيف تنظر سيدي الكريم، عذر المقاطعة، كيف تنظر أنت إلى تعاطي المندوب الأممي مع المشكلة في القضية اليمنية ومع الحوثيين على وجه التحديد، يعني سواء كان المندوب الأول أو الممثل السابق أو الممثل الحالي؟ الممثل السابق هو الذي قاد الأزمة اليمنية حتى أوصلها إلى الإنقلاب، بل وعمل على إنجاح الإنقلاب، لكنه هو الذي ساعد إلى أن يتحاور اليمنيين. يا سيدي، الأشقة في دول الخليج يعرفون هذا، ونحن نعرف هذا، والرئيس عبد ربه منصور يعرف هذا، قاد العملية السياسية إلى الإنقلاب، ثم بدأ في عملية تشريع الإنقلاب بدعوته إلى الحوار في المفندق، كلنا نعلم هذا. ومع الأسف الشديد بادرت معظم القوى السياسية ذات العقلية المناطقية إلى الشروع والعمل في الحوار عند الإخوة الناصريين، هم الوحيدين الذين رفضوا الذهاب إلى الحوار، والباقيين كلهم ذهبوا إلى الحوار وبدأوا يفكروا. يعني قصدك اتفاق السلم والشراكة الذي بعد الانقلاب؟ بعد الانقلاب، لأن مؤتمر الحوار كان قبل الانقلاب. لا هو استأنف الحوار بعد الانقلاب، والرئيس عبد ربه منصور محجوز في بيته،
نعم كنا نشاهدها يجب أن لا ننسى هذا. نعم وهذا اللي قال إليه جمال بن عمر، وصلوا إلى عملية بدأوا يتكلمون حول تشكيل مجلس رئاسة بمعنى الإقرار بنجاح الانقلاب. إذن هذا ممثل الأمم المتحدة هو المتسبب. نعم جمال بن عمر هو الذي قال البلاد حتى وصلها إلى هذا الوضع. جاء الأخ ولد الشيخ قلنا موريتاني ومن أصول حضرمية، وتعرف موريتانيا حتى عاداتها وتقاليدها يعني من عندنا من الجنوب. فجاء قلنا هذا بيجي بذهنية أخرى بشكل آخر، هذه بلد المليون شاعر، فإذا هو يواصل عملية البناء على ما أسس عليه جمال بن عمر لا يوجد اختلاف. إذن هناك قوة دولية نافذة داخل مجلس الأمن هي ذات المصلحة الحقيقية في عدم الوصول إلى حل حقيقي للوضع في اليمن. روسيا؟ لا مش روسيا، أمريكا. أمريكا بالذات الولايات المتحدة الأمريكية. الروس حتى الآن في قضية اليمن كأنهم بعيدين، ولكن أنا أخشى إن ما يحصل عندنا الآن وعلى نفس السيناريو السوري أن يدخل الروس إلى المنطقة. نعم هناك حديث عن عملية حسم قريبة في اليمن، كيف سيكون الحسم سياسيا عسكريا؟ يعني ما هو كيف سيكون الحسم؟ من اللي أعلن الحسم، باحاح ولا الإخوة في مجلس التعاون؟ هناك حديث يعني يتحدث بعض الشخصيات، سواء شخصيات خليجية شخصيات يمنية، هناك حديث عن حسم المعارك أيضا في تعز خلال أسبوعين. أنا سمعت تصريح للوزير الخارجية المملكة العربية السعودية أن المرحلة الأخيرة قد وقال بدأت، وقال الأزمة اليمنية في مراحلها الأخيرة. بالمعنى هذا ما نعرف في مراحلها الأخيرة عن طريق حوارات على مستوى دولي. تعرف اليوم أنا أرى أن العلاقات السعودية الروسية بالذات رتمها يتصاعد، تتحسن كثيرا. وأجد في هذه أن المملكة بدأت تنهج نهج كدولة محورية ومركزية، إلى أنه بالفعل أن لا تكون القضايا المنطقة في الشرق الأوسط أو المنطقة العربية في يد طرف متفرد اللي هو الولايات المتحدة مثلا. فما نعرف إذا كان هذا الكلام يجري في كواليس الاجتماعات في فيينا أو جنيف أو في الرياض أو في موسكو. لا 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 لا، إذا كان هناك شيء من هذا القبيل فهي قضية بحث عن حل سريع للأزمة اليمنية من خلال الـ 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 هذه العلاقات التي بدأت تتكون، وخصوصا أن هناك توجه إلى إيجاد حل للأزمة السورية يرضي الأطراف العربية وغير العربية، خصوصا بعد أن خذلت الولايات المتحدة الأشقة في دول الخليج بمواقفها المائعة تجاه الموقف الروسي. نعم إذن نحن مشكلتنا إذا كان يعني وزير الخارجية المملكة العربية السعودية هذا الكلام يمكن، لكن لا نعرفه. لكن لا أرى في حقيقة الأمر بقراءتي أنا الشخصية ومسؤوليتي عنها أن هناك حل سريع وقريب لما يحصل في اليمن. حتى اللحظة هذه إذا لم تتحرر تعز تحرير كامل من وجود الحوثيين ويتم تطويق صنعاء تطويق كامل، وتبدأ الدولة في إدارة أمور البلاد من عدن كعاصمة للجمهورية اليمنية، وتشرع في قضية العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أظن أن الأزمة ستظل. إذا استطعنا السيطرة أو استطاعت القوات التحالف والجيش الوطني، المقاومة طبعا ناجحة في المناطق التي قاومت فيها، عدن موجودة فيها المقاومة، لحج موجودة فيها المقاومة، لكن الآن المقاومة في تعز اللي تعاني. كيف تنتصر هذه المقاومة؟ لن يكون هناك نصر حقيقي إلا بتحرير تعز، ثم بعودة الحكومة إلى عدن وممارسة
عملها من هناك. نذهب إلى محور تعز، يعني أنت قد فتحت أو ذكرت موضوع تعز. ما حل قريب ما أظن لا سيدي. نتحدث، نعود إلى اليوميات مثلا. الآن يعني استعدادات قوية لتحرير تعز، عربات ومدرعات وآليات ضخمة من التحالف وجيش ذهب إلى تعز. المقاومة الجنوبية ربما كانت لها مساهمة فعالة هناك. القرار تقريبا متخذ بالنسبة لتحرير تعز، ما الذي تبقى؟ القرار أنا البارح وقبل أمس كلهم يتحدثون عن تحرير تعز واقتراب حسم خلال الأسبوعين، في ناس يقولون خلال أربع أسابيع في تعز. نعم يا سيدي، احنا المقاومة في تعز تقاوم جيوش منظمة ومدربة على حرب الشوارع وعلى حرب العصابات، نحن كلنا نعرف اللي هي الحرس الجمهوري والأمن المركزي والميليشيا الحوثي. الحرس الجمهوري بالدرجة الأولى عنده تدريب خاص لحرب العصابات وأيضا كجيش منظم. الأشقاء في دول التحالف وصلوا الآن إلى المناطق سواحل منطقة تعز، وتقريبا من الناحية الغربية القوات التحالف موجودة فيها، لكن قوات الإنقلابيين مطوقة تعز وفي رؤوس جبالها مسيطرين، وبالتالي سلاح الجو أو الطيران لا يستطيع أن يضرب أو يقصف المواقع التي يتواجد فيها خصوصا المتداخلة مع السكان في تعز، وهم يتمنوا أن سلاح الطيران أن يضرب هذه المناطق مكتظة بحيث يتضرر المدنيين ويتخذوها ذريعة، خصوصا وهناك تعاطف من المجتمع الدولي معهم، وهناك أشقة عرب مع الأسف الشديد وأشقة في الجزيرة العربية أيضا يساندونهم في هذا الاتجاه. فإذا المعركة بالطريقة الأسبوع ولا الأسبوعين أنها بتحسم، أنا قراءتي الشخصية تقول لا، كلام غير صحيح. كلام غير صحيح. وثاني حاجة، على الأشقاء الذين يضعوا الخطط لتحرير تعز ألا يتحدثوا عنها، لأن الحديث عن عمل أنت ستقدم عليه وهو عمل عسكري هذا يجعل الطرف الآخر يا أخي ليش هم يتحدثون أو يتكلمون مع الحوثيين وكأنهم بادية أو بدوا في رؤوس الجبال. الحوثيين لديهم مفكرين، لديهم رجال سياسة، لديهم عسكريين مدربين في أمريكا، في الاتحاد السوفيتي، في العراق، في كل مكان. هم أصلا ضباط داخل المؤسسة الحرس الجمهوري والقوات المسلحة اليمنية سابقا، بل هم كانوا يقودونها، ولهذا هم لم يسيطروا على عدن لأنهم قدموا على عدن كانوا داخل البلاد ومرتبين الوضع، وهما نفس الوضع في عدن. تعز ستتحرر إذا قويت المقاومة داخلها. طيب كيف ستقوي المقاومة؟ كيف سنقوي المقاومة في تعز؟ أيوة، هنا تتحمل هذه المسؤولية الحكومة والرئاسة اليمنية، لديهم ضباط، لديهم خبراء، لديهم كذا، عليهم أن يضعوا خطة لهذا الكلام. وأنت تعرف يا أخي ليش المقاومة في مأرب قوية؟ المقاومة في عدن قوية، من ماوية، من المناطق هذا، من الجبال هذه، نستطيع من طور الباحة نستطيع أن نوصل إلى المقاومة. نعم. عتاد عسكري ما يحتاجون لأفرادهم، ما يحتاجون لأحد. أما المقاومة الجنوبية عليها أن لا تغادر لحج، لأنه تخشى أن تدخل المقاومة الجنوبية في معارك داخل منطقة تعز أو البيضة، ثم تفرغ أنت في 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 في, في المناطق الجنوبية تصبح صفر اليدين، وهم متواجدين أيضا. انتبه، لهم عناصرهم ولهم قواهم داخل هذه المنطقة، ولهم مرتزقتهم في الجنوب من الجنوبيين. نعم. الوضع بحضرموت بشكل عام كيف هو الوضع بحضرموت؟ حضرموت الوضع في حضرموت يا أخي، يا حضرموت أقدر أقول هم في هناك خطة ممكن سموها الاحتواء المزدوج، هو أن تترك حضرموت وتجنب دورها في هذه المعركة. لكن مع الأسف الشديد سنجد أنفسنا شئنا ما بين أمام معركة قادمة في حضرموت. حضرموت مسيطرة عليها القاعدة، سلمت للقاعدة ساحل حضرموت.
حضرموت أيضا قوة عسكرية مشكوك في ولائها، أقدر أقول بنسبة عالية جدا تفوق 80%، ليست موالية للشرعية، هي موالية لعلي عبد الله صالح، وهي قواته هذه تسيطر على وادي حضرموت وعلى صحراءه من طالولة. أيوة المنطقة الأولى، والمنطقة الثانية أصلا مسلمة للقاعدة بالكامل، خرج يعني طريقة التسليم تمت بالطريقة الآتية: أخرجوا ببنادقكم وبكرامتكم، سيبوا الأسلحة. هم خرجوا ببنادقهم وبكرامتهم وصلوا إلى الريان، ثم عادوا بنون بنادق لأن السلاح موجود في المستودعات، هذا الحقيقة. والكل لا يتكلم، يا أخي حكومتنا اليوم تتكلم عن تشكيل لجان للإنقاذ من الإعصار في حضرموت، أنتم وين؟ الذي يحكم المكلا والشحر وشرق حضرموت هي القاعدة. يعني القاعدة مسيطرة، القاعدة مسيطرة سيطرة حقيقية وتحكم. وعلى فكرة الأرض لا تفرق بين الماء النظيف والماء الملوث إذا كانت عطشاء، وأنا أخشى أن معظم شباب حضرموت ينضمون إلى القاعدة لأنهم بين أمرين، أما ينضموا لداعش أو ينضموا للقاعدة. أنا أقولها بالفم المليان وأقول اللهم إني بلغت، حضرموت بين فكي داعش والقاعدة. القاعدة في حقيقة الأمر أقرب للمجتمع، أقرب للمجتمع. يعني هناك في حاضنة؟ أيوة لا في حاضنة، في طبيعي لأنك أنت لم تجد أحد آخر، لا يوجد بديل. يا أخي العزيز انتظروا أن تبنى ألوية، إلى يومك هذا لم تبنى. أرسلوا لنا بن حبريش وأرسلوا حلف حضرموت على أساس باسم حلف قبائل حضرموت أنه يبدأون يعملوا. معظم من كانوا في حلف قبائل حضرموت هم الآن مع القاعدة، لأن القاعدة تدفع الحلف قبائل بن حضرموت اللي يرأسه علي أو عمر بن حبريش. بن حبريش عمر نعم، هو ليس العيب في عمر، العيب في لأنه عمر لم يتم أصلا الاتفاق معه وتم وضع خطة واستراتيجية محددة ودور محدد، بالعكس خرج. يا أخي حلف قبائل حضرموت نص اللي جاءوك إلى الرياض يا شرعيتنا الكريمة جاءوك أحلاف، مش حلف واحد، مش قبيلة واحدة، قبائل. وبالتالي مشكلتنا لا نستفيد من تجاربنا، لا يمكن لقبيلة أن يكون مرؤوس من قبيلة آخر، لكن لو أنت شكلت قيادة سياسية، يعني أنت خلك بقبيلتك وأنا أنا أريد محافظ لحضرموت يتصدى كقيادة سياسية للمحافظة ويبدأ في ترتيب أوضاع المحافظة إن شاء الله في العبر أو في هضبة حضرموت، ويستطيع. واليوم عندنا الإلكترونيات والاتصالات تسهل كل هذا الكلام، لكن باسم حكومة ستجد وحدة اجتماعية تقاتل من أجل حقوقها. كيف هو دور الآن الإدارة المحلية والمحافظ هناك؟ ما هناك إدارة محلية يا سيدي، في هناك الأستاذ عادل بحميد محافظ. عادل بحميد في الرياض عندك موجود هنا؟ نعم نعم. أنت تحدثت عنه قاعدة داعش منطقة عسكرية 80% موالية العفاش والحوثيين، الوادية كله. ما الذي ينتظرنا في حضرموت؟ ينظرنا أنه إذا سقطت صنعاء ستنفجر الأوضاع داخل حضرموت، وهي الأخطر. لاحظ يا أستاذي، حضرموت ألف حضرموت الأقليم، أنا أتكلم 1000 كيلومتر بحر وألف كيلومتر صحراء مع الحدود مع الأشقة في المملكة العربية السعودية، تمام، والنفط والغاز وكل هذا فين؟ في حضرموت. إذن أنا أخشى، بل وهذا سبق وحذرنا فيه بما فيها على أغنية عربية، قلنا أنه هناك مخطط لتحويل حضرموت إلى أنبار أخرى في جنوب الجزيرة العربية، وأنا أخشى أن هذا المخطط هو موجود. والذين يعتقدون أنهم عملوا احتواء مزدوج لحضرموت عليهم أن يعلموا أن القوة الموجودة داخل حضرموت أقوى بكثير، يعني أخطر بكثير من أي منطقة أخرى. حضرموت في يد القاعدة. أنت تحدثت عن، طبعا معروف حضرموت نفط وغاز ومنطقة ثرية، النفط حضرموت إلى أين يذهب؟ إيرادات النفط تبيعه القاعدة، معلومة وأنا مسؤول عنها. إيرادات النفط الآن تروح للقاعدة؟ الآن القاعدة تتمول من النفط في حضرموت،
يعني القاعدة تتعاطى مع الشركات؟ نعم مع الشركات. أيوة يعني الشركات الفرنسية أو الشركات، وربما وربما الشركات هي التي تتعاطى مع القاعدة، وربما الشركات تدعم القاعدة عبر أي الموانئ. يا سيدي تصديره الشركات هذه ليست بعيدة عن سياسات أو بلدانها. لما تتكلم لي عن توتال تشتغل لمن؟ للفرنسيين. لو تكلمت لي عن أوكسي تشتغل للأمريكان. الآن القاعدة تبيع النفط من مين؟ الضبة. كيف؟ لو لم يكن هناك رضا من الشركات المنتجة لما تم البيع. صح البيع عن ليجل، ليس قانوني، ويباع لمهربين وإلى غيرهم. الآن نقولها يباع، وين القيادة الشرعية لبلادنا من منع دخول أي ناقلة أو خروج أي ناقلة من داخل مين الضبة؟ أين؟ اثنين، من أين يأتي النفط من 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 من, من, من المهرة؟ الآن الناقلات القاطرات في 30 قاطرة 40 قاطرة تأتي من نشطون متجهة إلى حضرموت ومتجهة إلى صنعاء. من خلف هذا؟ من المسؤول عنه؟ تم تسليم نشطون لمجموعة من التجار. من الذي سلم؟ أنا أتهم الحكومة بصرف النظر كونها متفقة مباشرة مع التجار أو غضت الطرف وتركت الأمور تمشي كما هي. نعم، القبائل في حضرموت ودورها، نأخذ هذا المحور أو هذا السؤال بعد أن نذهب إلى هذا الاتصال. معنا الشيخ حمود المخلافي قائد المقاومة في تعز. مرحبا شيخ حمود، حياكم الله. أهلا وسهلا بك سيد الكريم. ما هي آخر المستجدات في محافظة تعز؟ حياكم الله الكريم. والله المستجدات هي زحف الشباب من أكثر من مكان على والمواجهة المستمرة في كل المحاور، وفي تقدم لكن في ببطء، والحوافيز طبعا مندحرين ويلجموا المداخل والمحارق، يبنوا طبعا الأسوار في الشوارع بعيد اتجاه دير باشا واتجاه القصر الجمهوري. هذه طبعا هو معنوية الناس مرتفعة جدا، ومعنوية الخصم والمعتدي والباغي يعني منخفضة إلى ما أنها يعني. نعم شيخ حمود، نعم كنت أريد أن أسألك أولا عن المعنويات خاصة بعد وصول التعزيزات. يعني هناك حديث عنها وصلت بعد بعض التعزيزات إليكم من التحالف العربي أو من المنطقة الرابعة، لو تحدثنا عن هذا الموضوع. والله أخي الآن في تنسيق بيننا احنا والآخرين، احنا وقيادة التحالف وبالذات القيادة العسكرية، لكن إلى الآن طبعا لم يحين وقت الصف ولا في اتفاق، لكنه يعني في أشياء وأسرار عسكرية وكذا. هذا بالنسبة للجانب الذي وصلت بعض الأمور والبعض الآخر في طريقه إن شاء الله. نعم، حدثنا سيد الكريم عن الوضع الإنساني والصحي خاصة بعد ارتكاب الجرائم الفظيعة الذي يرتكبها الحوثيين وميليشيا وقوات عفاش في محافظة تعز. كيف هو الوضع الإنساني والصحي؟ يا أخي هذه حدث ولا حرج، يعني منعوا كل شيء جميل، منعوا كل حتى المياه، الدواء، خروج الجرحى، أمور كثيرة جدا لم نرى لها مثيل في أي حروب في العالم، ولم نقرأ عن ما يحصل. يعني عندهم قاموس آخر تماما، قاموس مميت. لكن هذا خلق عند الناس يعني من رحم معاناة كبيرة جدا، خلق يعني عنفوان غير عادي. نعم، وإصرار غير عادي على فك الحصار. نعم، الشيخ حمود المخلافي قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز، شكرا جزيلا لك. هناك من يتحدث أن في ثأر، أو بالأصح هناك انتقام ينتقم الحوثيين وعفاش من تعز، تعليقك على هذا الموضوع؟ منذ البداية ما يقوم به الانقلابيين في تعز عملية انتقامية وإصرار على إذلال تعز، بمعنى آخر إعادتها إلى بيت الطاعة،
بالنسبة لهم تعز هذه منطقة الخضعيين، يجب أن يخضعوا، مش من اليوم، تاريخ منذ يعني مطلع القرن الماضي، منذ أن ضمت الإمامة تعز إلى صنعاء وهم يمارسوا هذا الكلام. ففي ذهنية تحركهم، ذهنية تتحكم فيهم، لا لأنه تعز، هي تعز الثقافة، تعز الحاضنة للحركة الوطنية اليمنية بشكل عام، النعمان الأسودي، لو نعد أمين عثمان، غيرهم غير يعني تاريخ تعز هذه يا أخي في نظرهم يجب أن لا إلا أن تظل خاضعة، مصدر قلق، نعم، وتقلقهم. بالتالي تحرير تعز، الأخ المخلافي وحيه وحي المقاومة في تعز، وأتمنى لها المزيد من النجاحات، لكن ليس بالسهولة كما هو طبعا يبشر، هو يبشر الآن، ولكن في حقيقة الأمر تعز تحتاج إلى خطة عسكرية ذات شقين، عسكري نظامي وعمل عسكري شعبي بقيادة واحدة. أنا أخشى، نحن الآن حتى المعلومات من تعز صعبة أن تحصل عليها، أخشى أن المقاومة في تعز أيضا متعددة الاتجاهات والأطراف، وأخشى أيضا أن يدخل على المقاومة في تعز رغبوية بعض التنظيمات السياسية في قيادتها، وهذا إحدى أسباب تأخر تحرير تعز. يعني قصدك الأحزاب تتدخل؟ الأحزاب نعم تلعب دور، وهي التي لعبت دور في كل، وهذا قد ربما من وجهة نظرك اللي أخر الحسم هناك في تعز، أنه الأحزاب يعني أيوة سيطرت على نعم. أنا قلت أخشى، نعم، قد ربما يكون رأيك يعني صحيح، ولكن القيادة السياسية عليها أن تشتغل، أن تشتغل. أنا تحدثت معك قبل الاتصال مع الشيخ حمود المخلافي عن دور القبائل في حضرموت. والله شوف، قبائل حضرموت بعد أن عين عبد الرحيم عتيق وهو شيخ كبير تجاوز 80 سنة قائد للمنطقة الثانية، بدأ يتحرك وطالب أن تقدم له القبائل شباب للتجنيد، قدموا له 10,000. مع الأسف الشديد هو بعد أيام قال لهم أنا عاجز. ما هي حكمة أن يكون قدموا له 10,000؟ أنت لماذا أشرت إلى أنه الشيخ كبير قد عدى 80؟ يعني ما هي الحكمة في هذا الموضوع؟ التعيينات هذه بالطريقة هذه، رفاق الأمس، شوف أتكلم بصراحة معك على أذيكم أنتم في محطتكم، رفاق الأمس يتجددون بتعيينات الأخ الرئيس لهم. عبد الرحيم عتيق في 70s كان قائد لواء وطني، وأعرفه شخصيا جيد ومخلص وجيد، لكن ممكن يكون مستشار لا يكون قائد، يكون هناك في جيل خريجين فرونزا وخريجين مجموعة من الكليات العسكرية الأجنبية وفي داخل البلاد، مع الأسف الشديد هؤلاء لا يجدون لهم، ما حد عينهم ولا حد استدعاهم. وبعدين أن تعين قائد دون أن تكون هناك عندك خطة لكيفية إدارة القائد هذه للمنطقة، أنت عينت قائد للمنطقة الثانية، المنطقة الثانية مع القاعدة. أنا أعطيك معلومة حقيقة، القاعدة جوا أنذروا عبد الرحيم عتيق، قالوا له نحن لا نمنعك، افتح معسكرات خارج المكلا في غيل بن يمين، في رماه، في أي منطقة إلا المكلا. طيب المنطقة الثانية فين؟ اللواء 27 فين؟ في المكلا. مطار الريان فين؟ في الريان. أكلمك معلومة مش اجتهاد مني. طيب عد وحدثني عن دور القبائل. دور القبائل إذا وجدت قيادة سياسية وعسكرية لحضرموت، شوف ستلعب القبائل دور فعلا مهم. أما أن تترك على أساس قبائل الشيخ فلان والشيخ فلان، ستخلق فتنة داخل مجتمع حضرموت. نعم. وأخشى أن تستثمر هذه الفتنة من القاعدة ومن داعش ومن علي عبد الله صالح. وعلى فكرة علي عبد الله صالح له علاقات قبلية داخل حضرموت، وله تحالفات قبلية داخل حضرموت. ما في داعي لذكر الأسماء، بيزعلوا مني. أنت كنت صريح بكل بعضهم أصدقاء. أنا أعرفك شوي. مثلاً عوض سالم الجابري مثلاً، واحد هذا موجود، ناس في داخل حلف القبائل
جاءوا إلى هنا وأعرفهم بالأسماء. نعم. يستلموا وعندهم رتبة عسكرية فخرية يسمونها فريق إيش اسمه كل اللي هو عقيد وعميد وإلى آخره. أقصد هذا من اللي كان يعني أيوة المخلوع يوزعها. إذا أنت بتتركها عملية قبلية بجيب الشيخ عبد الله باوزير وتقول له تعال أنت جيب أهل باوزير، يا أخي لا عمودي ما بيقبلنا ولا السيد العطاس بيقبلنا، نحن في نختلف يعني في روحية يعني. لكن لو جبت لي العوابثة ما بيقبلهم سيبان وهم حلفاء، لكن أنت جيب قيادة سياسية وأحسن الاختيار وستقود قبائل حضرموت، لأنه قبائل حضرموت من عهد إنجرامس المستشار البريطاني الذي أسس جيش البادية وهم دخلوا في عملية صلح ولكن تحت راية دولة. كان السلطان صالح بن غالب القعيطي رحمه الله والمستر إنجرامس وقاموا مؤسسة جيش البادية لجمع قبائل حضرموت في هذه المؤسسة وتعارفهم وتزاوجهم وهذه الذهنية البريطانية مش الذهنية الهمدانية. نعم. بالحديث أنت أشرت إلى أنهم القبائل والقبائل مثلا يعني مقاومة القبائل مثلا في عدن حصلت هناك مقاومة. نعم. أنا مثلا يعني أريد أن أصل أنا وأن مقاومة وطنية وليست مقاومة قبائل. أنا أريد أن أسألك هكذا أنه ما الذي يختلف مثلا عدن ما فيهاش قبائل، يعني كيف اختلف المقاومة في عدن عن المقاومة الذي مثلا في شبوة، المقاومة مثلا في الضالع كيف اختلفت عن المقاومة مثلا في حضرموت؟ يعني شوف المقاومة في عدن كلهم عيال قبائل وأبناء قبائل ومن المحيط بعدن جلهم، الإضافة إلى أبناء عدن. عدن في بالذات مدينة لها 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 بعد مختلف تماما، هي تسحر وتجمع كل المناطق تعدن الإنسان تعدن لهم. حضرموت أيضا تحضرم، شوف حضرموت لسنا بحاجة إلى إثارة القبلية من جديد، نحن بحاجة إلى تنظيم هذه القبلية وإلغاء أو مسح الثقافة الآتية خلال 25 سنة الماضية. إيش من ثقافة؟ ثقافة الأخوان، ثقافة الفيد وثقافة حق القبيلة وملكية القبيلة وهذا ما هذا قد انتهت عندنا في حضرموت من الثلاثينات. كل واحد حقه له. أصبحت المواطنة هي الأساس. نعم. وظلت المؤسسة القبلية مؤسسة اجتماعية بنواميس مختلفة تماما، الآن دخلت علينا عادات وتقاليد مختلفة. نعم. نحن بحاجة إلى حتى ونحن نمارس المقاومة لا نستغل الجوانب العاطفية، نعمل من خلال ما سيكون غدا. غدا أنا أريد دولة، أريد حكومة، أريد مواطنة. إذا أنا بدأت الآن بالقبلية وهذا واديك وهذا أرضك وهذا مش عارف إيش، غدا لن أسلم من هذا، خصوصا أن مناطقنا كلها فيها نفط. نعم. انتبه فيها نفط. تمام. في باقي محاور كثيرة يعني. تفضل. معك. عدن والفوضى، من المستفيد؟ علي عبد الله صالح المستفيد الأول والأخير من هذا، وإيران. ماذا تستفيد إيران؟ إيران لها وجود داخل عدن ولها شخوص أنت تعرفهم والآن وأنا مازالوا أعرفهم والدولة حقنا تعرفهم وكانوا في الحراك وزعامات حراكية في يوم من الأيام، ولكن هم يتعاملوا مع إيران، وعدن مطمح إيراني حقيقي. أولا كمينة عالمي له تاريخ، كان ثاني مينة في العالم، قربه من باب المندب، قربه من خط الملاحة الدولية في بحر العرب وإلى آخره. ثالثا لأنهم يرون أنه لا قتل للجبي إلا من خلال عدن. لكن الحراك كان يعني محور رئيسي في تحرير. الحراك في المقاومة محور رئيسي، لكن فيه فصيل حراكي ممول من إيران وتابع من إيران، والآن قياداته موجودة في بيروت. على كل نحن نتكلم بوضوح يعني. نعم نحن نريد الوضوح. ليش؟ لأن الناس وجدوا أنفسهم ما في حاضنة عربية في ذلك الأيام، والإخوة الخليجيين قصروا بصريح العبارة، فوجد الناس ترفض النظام في صنعاء، وجدوا في إيران
استعداد لاحتضانهم. قطر حاولت والأخوان العمانيين أيضا، لكن لما هذا في لو قلنا وسلمنا في الأمر في مرحلة سابقة، لكن عندما هجم الحوثيين وعفاش لماذا هؤلاء القيادات الحراكية تخلفوا عن نجدة الجنوب وذهبوا مع إيران؟ القيادات المرتبطة بإيران تخلفت عن الجنوب، أما المواطنين اللي هم كانوا فعلا انتموا على أساس حراك جنوبي يطالبون باستقلال الجنوب، فهؤلاء انضموا للمقاومة على طول مباشرة. لأنه شوف في هنا في فرق بين قيادات لها ارتباطاتها وبسرية مطلقة ولا يعرف الآخر عنها شيء يعني. هناك من دربوا أيضا حتى بما فيهم الذين دربوا في إيران أو في بيروت، هم دربوا على أساس أنهم بيقاوموا بس، لكن قياداتهم السياسية وما في داعي نسمي الآن يعني، في إخوة موجودين داخل عدن موجودين بن يحيى وغيره وغيره وغيره، هؤلاء رجال على عبد الله صالح. بن يحيى بصنعاء الآن؟ الآن في صنعاء، وباعهم وين؟ في بيروت، وابنه كان في الوفد المرافق لوفد علي عبد الله صالح إلى جنيف. من ابنه؟ خلاص يا أخي ما في داعي. نعم. القاعدة وداعش وغيرها لم نرها قبل خروج الحوثيين في عدن. طبعا، لأنها هي الوجه الآخر لنظام علي عبد الله صالح، بالذات القاعدة وداعش هم الوجه الآخر، الحوثي وجه وهذا وجه. أنت لم تراها لما كانوا الحوثيين داخل عدن ولا لا؟ قبل ما كانوا موجودين. الآن عندما خرجوا لكن كانوا موجودين في أبين في شبوة في حضرموت، لكن الآن تحررت مأرب ما فيش لا قاعدة ولا داعش، ليش في عدن؟ لأنه الآن انسحب هذا، القاعدة ادعت أطراف معينة في مشاركتها في المقاومة، وهي الآن موجودة لضرب من وعمليات الأخيرة آخر شيء أمس في معاشيك. إذن القاعدة خطر موجود، لغم موجود. يا أخي شوف أنت، المجتمع هو اللي يقدر ينهي القاعدة. المجتمع إلى الآن ليس لديه ثقة في الحكومة إلى الآن. الأخ سعد عين محافظ، وأنا أعرف الرجل، عسكري وصاحب تجربة ومن أبناء عدن، ولكن المؤسسات وينها؟ أين مؤسسات الدولة؟ لاحظ هذا الكلام. هناك ما هي التحديات الذي أمام هناك ما هي التحديات اللي أمام المحافظ؟ محافظ نشط يتحرك بشكل سريع، لف الجميع والتفوا حولها حق مجلس حكمة. هذا يا أخي أنا أشوف فيه تخبط، إعلان تأسيس مجلس حكمة في عدن. أنت يا رئيس الجمهورية تتكلم باسم شرعية منتخب ولا لا؟ هو المحافظ اللي أصدر القرار. أصبر لحظة، الرئيس عينت هذا المحافظ، هناك مجلس محلي لمحافظة عدن، وهناك مجلس محلي في محافظة لحج، وهناك مجلس محلي لمحافظة أبين. لماذا هذه المجالس لا تقوم بدورها وهي منتخبة، وتأتي لي اليوم تقول لي أريد مجالس حكماء؟ يا أخي كل المنتظم السياسي اليمني لم يثبت حتى عليها أن يثبت العكس، أنه لديه حكمة، لم يثبت حكمة. والقضية توزيع مواقع وتوزيع مصالح بهذه الطريقة وهذه الإرادة وهذه الإدارة، معناها نحن بلادنا تدخل إلى نفق جديد. من هم الحكماء؟ لو كان هناك حكماء لكان أداروا البلاد من الأساس، كانت في مجالس على الأقل تحافظ على مؤسسات الدولة. أليس المجالس المحلية مؤسسات من مؤسسات الدولة؟ هي أكثر تمثيل اجتماعي من أعضاء البرلمان إذا تريد الحقيقة. آسف يعني إذا انفعلت. لا خذ راحتك، خذ راحتك، كل ما قلته كلام يعني يصب بإذن الله في مصلحة يعني كيف الوطن. تدير البلاد مجلس حكمة؟ يا أخي أنا أريد البلاد أديرها، أريد وزارة الداخلية شغالة، أريد الأمن شغال، أريد المباحث الجنائية شغالة، أريد الأمن القومي شغال، أريد حرس وطني. حرس وطني فهمنا، مش الجيش. أريد هذه المقاومة المفروض أن اليوم قدها حرس وطني. أتحدث عن المقاومة ومكانتها في المشهد الحالي والقادم. يجب أن تتحول المقاومة في عدن إلى حرس وطني لأقليم عدن. أنت تبغى تقيم أقاليم بكرة،
كل أقليم يجب أن يكون عنده حرسه الوطني، مش برضو أقيم أقاليم والقوات المسلحة من منطقة أخرى. لازم يكون عندي حرس وطني من 15,000 من 20,000 بالإضافة لقوات الأمن ومؤسسات الأمن الأخرى أن تكون من أبناء البلاد. نعم، هجوم للحوثيين على الصبيحة ومكيراس والضالع وبعض الأطراف في الجنوب، هل فعلا يفكر الحوثيين؟ هي مجرد رسالة لأنصارهم أن احنا قادرين أيضا أن نعود إلى الجنوب، ولكن هم لا يعني هذا أنهم قادرين يعودوا، يعني ما يقدرش يعودوا. هم هي رسالة لأنصارهم في الجنوب، في 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 عمران، في صنعاء، في المناطق هذه، أنه نحن شوفوا رغم اللي حاصل في تعز نحن قادرين أيضا أن نضرب في لحج وأن نضرب في طور الباحة وأن نصل إلى هذه المناطق. هي رسالة. نعم، لكن هل هم قادرين فعلا بالعودة؟ أشك في هذا. لكن هل لهم وجود في الداخل ممكن يتحرك؟ نعم، خلايا نايمة. نعم. هناك بعض المحافظات سواء في الشمال أو في الجنوب يسودها الهدوء، المهرة مثلا، كيف تصنفها؟ من قال يسودها الهدوء؟ المهرة بيد الحوثيين يا أخي العزيز. شوف كيف حكمت أنها بيد الحوثيين؟ أنا أعرف هذا الكلام ولي صلاتي بالمهرة، عندي 3 ألوية في المهرة ولاءها للحوثيين ومعلنها الولاء للشرعية. عين الرئيس عبد ربه منصور قائد لإحدى الألوية، رفضه القاضي ثاني يوم، أول ما وصل قال له بتعود ولا اعتقلتك. وأيضا أعلن حال الطواري وركب مدافعه على منطقة الغيضة، قال والله أحرق. من هذا القاضي؟ القاضي قائد اللواء، لواء في 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 23، مش ناسي، في المهرة. في المهرة، نعم، اللي ماسك الغيضة. القاضي معروف يعني، ما هو جديد، هو تابع طبعا للقيادة المنطقة الثانية اللي هي سلمت القاعدة. أيضا هناك حركة موجودة مرصودة، حركة بيع النفط، تهريب مخدرات، لتمويل القاعدة. أيضا القاعدة تعتمد على تهريب المخدرات، أيضا تشتغل في كل شيء، تتعامل مع 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 منظمات يعني عصابات دولية في هذا المجال، وهذا مهم من اليوم. أنا كنت رئيس لجنة الخدمات في حضرموت وحصل هذا الكلام، ووصلت إلى منازعة مع مدير الأمن السياسي ومدير الأمن في داخل المحافظة على هذا الجانب. نعم، وثابت هذا، مش يعني جديد. قاموا حرقوا شحنة بسيطة يعني عند الاستخبارات العسكرية على أساس للتعمية وفكوا البغيم، لأن الجيش كان يحميهم. نعم، الأحزاب وتعاطيها مع الأحداث في اليمن، مع الأسف ما وصلنا إليه هو بسبب هذا المنتظم السياسي اليمني وأحزابه، مع الأسف الشديد. هذه أحزاب قامت تابعة لأنظمة عربية سابقا، قومية وغير قومية، وهي ممولة، وهي عبارة عن دكاكين أصلا سياسية، يعني بقالة أو ميني ماركت، سوبر ماركت. كيف عندنا 3-4 أحزاب هي سوبر ماركت كبير، والباقي كلها ميني ماركت وكونفينينس ستور، يعني دكاكين بقالة. فهذا منتظم سياسي هش ولا يستطيع أن ينهض باليمن نهوض كامل. شوف الآن هذه المرحلة تعتمد على شخص واحد، وعليه أن يتحمل مسؤوليته. من هذا الشخص؟ وهو الرئيس عبد ربه منصور هادي. حتى الآن الأداء مع الأسف الشديد لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية التي يقودها. هو بمثابة ديغول. ديغول استعاد فرنسا مش بالأحزاب، استعادها كقائد، وعبد ربه منصور عليه أن يكون قائد. نعم، ديغول اليمن بإذن الله سيستعيدها. الحديث معك شيق جدا، لكن الأستاذة المذيعة رغم أنه المخرجة عفوا تشير إلى أن الوقت قد انتهى ونحن على موجز، رغم أن باقي معنا محاور كثير كثير، محاور كثيرة. الآن لم يبقى معي وقت إلا أن لك رسالة، إذا أردت رسالة أن تبعثها. أقول لفخامة الرئيس والقيادة السياسية أن تعيد النظر في إدارتها السياسية لهذا الوضع الحالي، وأن تنظر إلى شبوة حضرموت والمهرة، أقليم حضرموت، لأنه عبارة عن لغم كبير
لن سينفجر ساعة دخول الشرعية صنعاء أو لحظة سقوط صنعاء، لغم كبير، وسيدخل اليمن في أزمة أوسع وفي منطقة واسعة، وهو يعرفها، هو عسكري أيضا ويعرف خطورة هذه المنطقة. نعم، الأستاذ عبد الله عمر بوزير، عضو المجلس المحلي محافظة حضرموت، شكرا لقبولك الدعوة، شكرا لحضورك. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. غدا في 7 مساء يتجدد اللقاء، حتى ذلك الوقت طابت أوقاتكم.